بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنقرا بس 5 اعداد من انجيل قداس النهارده اللي هو انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح 9. وفيما هو مجتاز راى انسانا اعمى منذ ولادته، فساله تلاميذه قائلين: يا معلم، من أخطأ هذا أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يسوع: لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لتظهر أعمال الله فيه. ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. ما دمت في العالم فأنا نور العالم. وهنقرأ كمان المعجزة اللي عملها المسيح وفتح عيني المولود أعمى في عدد 6 و7. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من التفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له: اذهب اغتسل في بركة سلوام الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل وأتى بصيرا. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. هذا المولود أعمى كانت حالته فريدة جدا، لأن اتولد بدون مقلتي العينين. علشان كده احنا مش قدام معجزة شفاء، لكن احنا قدام عملية خلق. والمسيح له كل المجد بنفس الطريقة اللي خلق بيها الإنسان من تراب الأرض، خلق أيضا عينين لهذا المولود أعمى. ربنا لما خلق الإنسان في سفر التكوين في الإصحاح 2 وعدد 7 يقول إيه: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض، خلقه من التراب. لكن البعض يقول مثلا: طب ربنا خلق آدم من التراب، لكن عيني هذا المولود أعمى ده خلقهم من الطين. الحقيقة اللي اتكتب في سفر التكوين هو موجز عن الخلق، ما اتكتبش بالتفصيل. لكن مثلا في سفر أيوب، الله أعلن لأيوب إزاي خلق الإنسان. في أيوب 10:9 يقول: أذكر أنك جبلتني كالطين، أفتعيدني إلى التراب؟ وفي سفر أيوب 33 عدد 4 و6 يقول: روح الله صنعتني ونسمة القدير أحيتني، أنا أيضا من الطين تقرست، أنا أيضا من الطين تقرست. فنفس الطين اللي خلق به الله الإنسان خلق به المسيح، له كل المجد، عيني هذا المولود أعمى. فإن كان المسيح هو طبيب البشرية الأعظم، لكنه في هذه المعجزة
هو الخالق، الله القادر على كل شيء. في هذه المعجزة الفريدة فعلا المسيح عمل عملية خلق، لأن المسيح لما كان بيشفي مرضى عندهم يعني عمى نتيجة قصور في الرؤية، نتيجة الشيخوخة، نتيجة أمراض معينة في العينين، نتيجة أي حاجة، كان المسيح ما بيعملش كده، كان يدوبك يلمس عينين الإنسان الأعمى ده ويشفيه، زي مثلا المعجزة اللي موجودة في إنجيل القديس مرقس عدد إصحاح 8، بيتكلم برضو عن إنسان المسيح فتح لي عينيه، لكن هذا الإنسان الأعمى كاتب عنه كده في عدد 23، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية وتفل في عينيه، تفل في عينيه يعني خد من ريقه وحط على عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل أبصر شيئا، فتطلع وقال أبصر الناس كأشجار يمشون، ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. في أحبائي، هذه المعجزة تبرهن على لاهوت السيد المسيح أنه هو الله الذي ظهر في الجسد. لكن الحاجة المهمة تاني في هذه المعجزة، أن هذه المعجزة أيضا تبرهن على أن المسيح هو النور الحقيقي، النور الحقيقي. خلي بالكم من الكلام هنا، المسيح بيقول في عدد 4، ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. والكلام ده قاله في الإصحاح 8 وعدد 12، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة. المسيح هو النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. المسيح هو النور الحقيقي، لكن يا جماعة في حاجة مهمة خالص، المسيح لم يأتي لينير البصر أو يدي للعميان بصر حسب الجسد يعني، لكن المسيح أتى أولا لكي يعطي استنارة قلبية لكل إنسان يريد أن يتعرف على الله وأن يمتلك النور وأن يعيش الحياة الأبدية. فعشان كده هنا المعجزة اللي عملها المسيح دي ادت لهذا المولود أعمى حاجتين، ادت له بصر وإيه وبصيرة، ادت له نور للعينين الجسدية، وادت له استنارة قلبية أيضا. الإنسان بسبب الخطية انطمست عينيه الروحانيتين، أو انطمست عينه الروحية، يمشي في العالم يمين وشمال وفوق وتحت لكن مش مرتاح، لكن المسيح جه علشان يعطي استنارة قلبية للإنسان، علشان الإنسان يعرف طريقه، يعرف خلاصه، يعرف أبديته. المسيح هو النور الحقيقي الذي أتى لكي ينير البشرية كلها. إحنا زي ما قال يوحنا المعمدان، في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، يعني المسيح موجود في وسطكم، أو النور زي ما قال المسيح نفسه معكم زمانا يسيرا، فسيروا في النور ما دام لكم النور لألا يدرككم الظلام. والنهاردة في الإنجيل بيقول ما دمت في العالم فأنا إيه؟ فأنا نور العالم. فالمسيح موجود في العالم، بس الإنسان اللي يقدر يتعرف على نهار المسيح اتكلم هنا عنه أيضا، قال ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار، يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. المسيح نور العالم، وإحنا عايشين النهاردة في نهار المسيح. يعني إيه؟ يعني لا زال المسيح يعمل في العالم، هو ده نهار المسيح، أعماله الخلاصية، أعمال الرحمة، أعمال الشفقة،
أعمال التحرير. عشان كده بيقول ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، لأن المسيح هنا بهذه الأعمال اللي عملها في العالم لما كان على الأرض ولا زال يعملها بيمجد الآب السماوي، أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. دي الأعمال المسيح بيعملها، بس أنت حاجة من الاتنين، يا إما أنك أنت تقدر أنك تتعرف على شخص المسيح اللي موجود في العالم، اللي موجود دلوقتي في الكنيسة، اللي نوره ممكن يخترق قلبك وفكرك ومشاعرك. صدقوني المسيح لما نوره بيدخل القلب بيمتلك كل مشاعر الإنسان، لكن فيه ناس يبقى المسيح قدامهم واضح والطريق قدامهم واضح، لكن بسبب الخطية أو محبة العالم، الظلمة الداخلية الموجودة في الفكر نتيجة بغضة، نتيجة كراهية، نتيجة أن الإنسان لا يريد أن يتنازل عن خصومة، تبص تلقى أن المسيح غير واضح، ونور المسيح مش قادر أن هو يخترق قلب الإنسان، عاجز. نور المسيح عاجز، تتصوره يعجز المسيح أن يخلصك بدونك، زي ما قال القديس أغسطينوس، ما يقدرش يخلصك من غير أنت ما تكون عايز، بيكون انت تكون انت مشتاق انك انت تتعرف على شخص المسيح، ان النور يدخل قلبك وينور حياتك. عشان كده المسيح بيقول ما دمت في العالم فانا نور العالم. ياتي ليل، انا خايف الليل ده يجي عليك وعليا وعلى اي انسان، حين لا يستطيع احد ان يعمل. دلوقتي تقدر تعمل، لكن انا بتكلم عن ليل القبر، لما الإنسان يدخل إلى القبر مفيش وقت للعمل، انتهى وقت العمل، أغلق الباب، زي في مثل العذارة. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل. دلوقتي يا جماعة هو وقت العمل، اليوم هو يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، لكن يأتي ليل ما حدش هيقدر يعمل حاجة. بعد الإنسان ما يدخل القبر ما فيش توبة، صدقوني ما فيش رحمة، لكن في دينونة، في دينونة. عشان كده احنا دلوقتي في نهار المسيح، احنا لسه نستطيع ان احنا لغاية النهاردة نتمتع بنور المسيح. وخلي بالكو ان الانجيل ده بيتقري في أحد التناصير، لأن المعمودية اسمها سر الاستنارة، فالإنسان اللي ما تمتعش بالاستنارة لسه لغاية النهاردة، مع أنه اتعمد، لأنه رافض المسيح، لأن المعمودية لها تأثير لما أنت تقبل المسيح المخلص الفادي ينور طريقك كل يوم. لكن إنسان اللي عايش في الخطية بيحرم نفسه من بركات المعمودية. المعمودية سر استنارة، لكن إمتى؟ لما قلبي ينفتح بالإيمان على شخص المسيح المبارك، وأرفض العالم، أرفض الخطية، أرفض النجاسة، أرفض أن أنا أعيش حياة لا تتفق مع إنجيل المسيح. عشان كده النور يدخل القلب، والإنسان يعني إيه قلبه ينور بالمسيح؟ يعني يبقى عنده فرح، عنده شبع بالمسيح، بيستغني بالمسيح عن أي شيء في الأرض. النور لما يدخل قلب الإنسان، الإنسان يتعرف على ميراثه الأبدي، عشان كده ما يقدرش يستبدله أبدا بأي شيء في هذا العالم. ممكن إن هو علشان يحافظ على وصية واحدة في الإنجيل يخسر كل شيء في الأرض. ده الإنسان اللي قلبه استنار. عشان كده في منتهى الأهمية نتعرف على المسيح النور الحقيقي، عشان ينير قلب كل إنسان في هذا اليوم المبارك. قال هذا وتفل على الأرض وصنع من الطفل طينا وطلى بالطين عيني الأعمى، وقال له اذهب اغتسل في بركة سلوام. وهنا واضح جدا الاغتسال ده إشارة إلى المعمودية الذي تفسيره مرسل، فمضى واغتسل وأتى بصيرا. أنا عايز أقول لك حاجة، إن هذا الأعمى المسيح عمل له المعجزتين في نفس الوقت.
اداله البصر واداله البصيره. تقول لي ازاي؟ هقول لك من اللي حصل بعد كده. الانسان ده مش بس يعني قدر ان هو يشوف النور الطبيعي او نور الشمس، لكن ده شاف نور المسيح، ده شاف فعلا الايدين الحانيتين اللي حطت يعني الطين على عينيه. وتصوروا بقى ان واحد اعمى وبعد كده قالوا له تعالى عشان في واحد هيشفيك، ويجيب طين ويحطه على عينيه. طب وده فعلا ده عينيه هتفتح؟ لو كان فكر، هو شعر بنور داخلي جواه بيخليه يطيع المسيح طاعة كلية، طاعة كاملة. اذهب اغتسل في بركة سلوام، فمضى واغتسل واتى بصيرا. وده انا عايز اقول لك النهاردة، لو انت فعلا عايز تفتح وترى المسيح، لازم تطيع صوت المسيح طاعة كاملة. يحط طين على عينيك، قل له يا رب فعلا مش هنور، او مش قلبي مش هينور الا لما فعلا اقبل الطين ده على عيني. يدخلك في تجربة واتنين، ويخليك تخش في ضيقات اكتر واتعاب اكتر، وحياتك يبقى كلها عبارة عن تعب وشقاء ومزلة. يقول لك انت مش عايز تنور، انا هنور لك قلبك، لكن علشان خاطر تنور لازم تحتمل الطين. وصدقوني هو يدوبك المشوار لغاية بركة سلوام، وراح اغتسل واتى ايه؟ واتى بصيرا. انا عارف ان تبكيت الخطية بيبقى صعب، انا عارف الانسان انه يعترف بالخطية ان ده شيء صعب، ومش من السهل ان الانسان يقول عن نفسه ان انا خاطي، ويقف قدام الاب الكاهن ويعترف بخطاياه، ويبتدي ان هو يبكت نفسه على الخطية، صعب. لكن يا جماعة المقابل ان الانسان هينال الاستنارة الحقيقية، هياخد نور المسيح، حياته هتتغير تغيير كامل. هذا الانسان اللي كان قاعد بيستعطي وبيشحت وليس له اي دور في المجمع اليهودي ولا في الكنيسة او الكنيسة اليهودي، اصبح انه بيوعظ الفريسيين اللي بيحكموه. ايه ده؟ منين القوة دي؟ منين الجرأة دي؟ عشان كده قلت لكم ان هذا الانسان المسيح لما عمل له هذه المعجزة انار بصره وانار بصيرته. واول لقاء حصل في هذه المعجزة بين المولود اعمى وناس كانوا هم الجيران بتوعه، لان هو اللي جيران بصوا كده وشافوا الشخص اللي بيشوفوه كل يوم. الله منظره متغير، لان العينين بتغير شكل الانسان، يا ترى هو ولا لا؟ فبعض الجيران يقولوا هو، والبعض يقولوا مش هو. فقال لهم لا، اني انا هو، انا هو. انت اللي كنت بتقعد تشحت، انا هي. امال شكلك اتغير كده، ايه اللي حصل لك؟ شوفوا الشهادة بتاعته بقى. الراجل ده شهد شهادة في منتهى العجب، نخلي بالنا منها. يقول ايه؟ وقال انسان يقال له يسوع صنع طينا وطلع عيني وقال لي اذهب الى بركة سلوام واغتسل، فمضيت واغتسلت فابصرته. ايه ده؟ خلي بالكم من الشهادة دي في منتهى الأهمية. هنا بيكلم ناس من الجيران، عارف ان محدش بيحاكمه، فبيقول ان هو صنع طينا، وكان يوم سبت. خلي بالكم، وهنا صنع الطين ده يوم السبت، ده عند اليهود ان ده غلط، وان اللي يعمل حاجة زي كده يبقى انسان خاطي ولازم يتحاكم. وقال لي اذهب الى بركة سلوام واغتسل، معناه ان هو لازم يقطع المشوار لغاية بركة سلوام، وبرضه عشان يمشي يوم السبت المشوار ده. ازاي اللي بيقول له اعمل كده ونفس الانسان اللي بيعمل كده يبقى انسان المفروض انه كاسر للسبت؟ فقال ما هو مش همه، فمضيت واغتسلت فابصرت. لكن خلي بالكم بقى لما ابتدى هذا الاعمى المستنير ابتدوا يحاكموه، وهنا دي محاكمات في يعني او واخده الطابع الرسمي. هنا ابتدوا يحاكموه في المجمع محاكمه رسميه، دي اول محاكمه. خلي بالكم المحاكمه دي، فاتوا الى الفريسيين اللي هم المجمع السنهدريم دول، بالذي كان قبلا اعمى وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عينيه. فساله الفريسيون كيف ابصر؟ فقال لهم وضع طينا، ما قالش صنع طينا. خلي بالكم انسان بقى عنده حكمه، اصل استنار من جوه، صنع بيحمي المسيح، بس هو المسيح مش عايز حد يحميه، لكن هو عنده هذا الادب
ان هو مش عايز يوقع المسيح في مشكلة. فقال لهم وضع طينا على عيني واغتسلت. ما قالش ان هو قال لي روح اغتسل في بركة سلوام واغتسلت فانا ابصر. فقال قوم الفريسيين هذا الانسان ليس من الله عن المسيح لانه لا يحفظ السبت. اخرون قالوا كيف يقدر الانسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. فسألوا المولود أعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينيك؟ فقال أنه نبي. ودي أول نقلة مع الجيران، قال إنسان يقال له يسوع. وهنا خلي بالكم يا جماعة، الإيمان ساعات يبتدي إن هو يتدرج ويبتدي الإنسان إنه ينمو في حياة الإيمان، دي خطوة جديدة. وقال أرى أنه نبي. خلي بالكوا الفرق بين المولود أعمى اللي استنار وبين أبوه وأمه. دول أول ما جابوهم بتوع المجمع وسألوهم قالوا ردوا قالوا إيه؟ قالوا أما كيف يبصر الآن فلا نعلم، أو من فتح عينيه فلا نعلم، هو كامل السن اسألوه فهو يتكلم عن نفسه. قال أبواه هذا لأنهما كان يخافان من اليهود، لأن اليهود كانوا قد تعهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخرج من المجمع. خايفين أحسن يخرجوا من المجمع، لسه خايفين على المجد الأرضي. لكن في المحاكمة الثانية واللي هي المحاكمة اللي كانت شبه رسمية أو رسمية 100%، فدعوا ثانية للإنسان الذي كان قبلا أعمى وقالوا اعطي مجدا لله، زي مثلا نوع من الحلف، نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال أخاطئ هو؟ لست أعلم، إنما أعلم شيئا واحدا، إني كنت أعمى والآن أبصر. خلي بالكوا ان الانسان اللي نال الاستنارة، اللي نال العين الروحية، اللي داء خلاص المسيح يشهد عن عمل المسيح، كنت اعمى والان ابصر. قالوا له تاني ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟ هو بقى مش عايز يقول اجابة تانية علشان خاطر ان هم يمسكوا حاجة على المسيح. فقال لهم ايه؟ قال لهم كلام حلو خالص، قال لهم لماذا تريدون ان تسمعوا ايضا؟ أجاب قد قلت لكم ولم تسمعوا، لماذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ لعلكم أنتم تريدون أن تصيروا له تلاميذ. أنتوا عايزين تبقوا لي تلاميذ؟ فشتموه. أدي يا الجماعة اللي بيحكموا إنسان استنار، شتيمة عندهم مش حرام، إنما إنسان عينيه تفتح حرام. فشتموه وقالوا أنت تلميذك، أما نحن فنحننا تلاميذ موسى. يا أحبائي، شهادة هذا الإنسان، وفعلا اللي ورينا المسيح عمل هذه المعجزة وأنار قلبه أيضا، إن المسيح بعد ما طردوه من المجمع طردوه، قابله المسيح وقال له إيه؟ يقول كده فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ ده كلمة ما كانش حد يقدر يفهمها في الوقت ده. يعني أتؤمن بابن الله؟ أتؤمن بابن الله؟ أجاب ذاك وقال من هو يا سيد لؤمن به؟ من هو؟ هو كانش عارف ان هو ده المسيح. طب مين هو ده عشان اؤمن بيه؟ وشاف المسيح وبيتكلم معاه، لكن بيكلمه عن اساسيات اللاهوت المسيحي. اتؤمن بابن الله؟ اجاب ذاك وقال من هو يا سيد لؤمن به؟ فقال له يسوع قد رايته والذي يتكلم معك هو هو. ده يمكن الاعلان الثاني للمسيح اعلنه عن شخصه بعد المراه السامريه لما قال لها الذي يكلمك هو هو. لم يتوى أن أعلم أن المسيح الذي يقال له المسيح متى جاء فذاك يخبرنا بكل شيء. والمسيح أعلن ذاته لهذه المرأة، أيضا المسيح أعلن ذاته لهذا الإنسان الذي أعطاه نعمة الاستنارة. الذي وشوفوا هنا عمل هذا الإنسان المولود أعمى، قدر يعرف مين هو المسيح. عمل إيه المولود أعمى؟ يقول كده فقال أؤمن يا سيد وإيه؟ وسجد له. أؤمن يا سيد وسجد له. يمكن النهاردة هذا الإنجيل اللي احنا بنتأمل فيه جايز فيه ناس يقولوا طيب أنا إزاي أنال هذا النور؟ إزاي المسيح يلمس قلبي، يلمس عيني الداخلية؟
بولس الرسول يقول كده في رسالته لأهل أفسس، يقول مستنيرة عيون أذهانكم. طب إزاي بولس الرسول يجيب الاستنارة؟ بولس الرسول قال لهم أنا لا أزال أصلي لأجلكم كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح روح الحكمة والإعلان في معرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين. الموضوع محتاج صلاة روح الحكمة والإعلان في معرفته. القلب يستنير بلمسات المسيح الخلاصية لما الإنسان يرفع عينيه للصليب وفعلا يتأمل في محبة الله، يتأمل في عمل الصليب وإزاي المسيح سلم ذاته إلى الموت من أجله وسفك دمه من أجل الحب العجيب الذي أعلن على خشبة الصليب من أجلنا. سر الاستنارة هو في صليب ربنا يسوع المسيح. سر الاستنارة لا زال يعلن من خلال الصليب والقيامة. من غير ما نحن فعلا ندوق مجد الصليب، مجد، أنا بقول مجد الصليب مش بقول ألام الصليب، الصليب مجد. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا العالم. أتعرف على المسيح القائم من بين الأموات. سر الاستنارة يكمن في هذا، ما هو دي المعمودية، هو صلب وموت مع المسيح وقيامة مع المسيح. النور ينور قلبك وينور حياتك. فعلا النهاردة لو انك انت تقبل المسيح المصلوب على الصليب لأجل خلاص نفسك وتسلم حياتك ليه بالكامل وتديله هو انه يقود حياتك تملكه على حياتك بالكامل، نور المسيح ينور في قلبك وينور كل حياتك. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. Send me.